ويقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى إذا وجد الإنسان على معصية يخفيها من الناس ولا يبالي بنظر الله سبحانه وتعالى ولا يراقبه، يقول الله تعالى له: عبدي لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يعني إيه؟ يعني أنت صحابك بيشوفوك تستخبى منهم وانت بتعمل الغلط، أبوك وأمك تستخبى منهم، أستاذك تستخبى منه، مش عايز حد يشوفك وانت بتعمل الغلط. طب ما أنت عارف إن ربنا مطلع عليك، عارف إن الله سبحانه وتعالى يراك، عارف إن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك. طب ليه؟ ليه جعلت ربنا سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك؟ جعلتني يا عبدي أهون الناظرين إليك، أنا شوية عندك أو كده، لماذا لا تراقب الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يلخص لنا مقام الإحسان، لما سيدنا جبريل عليه السلام سأله عن الإسلام وسألوا عن الإيمان وسألوا عن الإيه؟ عن الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الجملة دي معناها مراقبة الله في السر والعلن. وكان بعض السلف يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فماذا أقول له؟ الله سبحانه وتعالى سيقول لك هذا يوم القيامة. ولكن ورد أيضا في الخبر إن من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان إنه لما يجي يحاسبه ويسأله لا يحاسبه أو يسأله على رؤوس الناس. في ناس كده ربنا هيسترها، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، ربنا هيسترها معاهم. ساعة ما يتنده عليه عشان يسأل يلاقي كده ربنا ستره، يلقي عليه الله سبحانه وتعالى سترا فيستره عن عيون الناس في الموقف العظيم، فلا يراه أحد ولا يسمع أحد ما يقال له، فيقول الله سبحانه وتعالى له: يا عبدي أتذكر ذنب كذا وذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي أذكر هذا الذنب. فيقول الله له: ولماذا فعلت هذه المعصية؟ ألم تعلم أني مطلع عليك وأني ناظر إليك؟ فيقول: يا ربي والله أعلم، أعلم أنك ناظر إلي وأنك مطلع علي، ولكن يا ربي غلبتني نفسي وغلبني الشيطان فأتوب إليك وأستغفرك. فيقول الله تعالى له: فماذا تظن أني أفعل بك؟ فيقول: يا ربي أرجو غفرانك. فيقول الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. فيغفر الله سبحانه وتعالى له.